اسمح لي ان انا اسالك على الاوتفيت الرائع ده. اكيد طبعا ده وراه فكره معينه، فلسفه، يعني اكيد ما جاش صدفه كده. والله العظيم انت راجل شواب. الله يخليك. والله نظرتك ما تخيبش، هو فعلا كده. الاوتفيت ده من تصميم. تصميمك انت؟ ايوه. برافو. انا اصلا بطبيعتي عاشق للفسيفساء. الايه يا فندم؟ الفسيفساء. طبعا ده فن عريق طبعا، ومشهور في الاندلس، في المعصره، في المرج. إيه معلش، ايه اللي جاب الاندلس المعصره والمرج؟ لا الاندلس المدينه، والمعصره المحطه، والمرج المحطه برضه، بس لازم تدفع تاني عشان لو نطيت من فوق المكنه. خلاص خلاص تمام، وصلت الفكره، وصلت. ممكن تخلينا في موضوعنا، تكمل لي القصه الجميله دي. بس في بقى مفرمه بينزل لها فيديوهات كتير قوي على السوشيال يومين دول. أيوة. مفرمه كبيره بيحدفوا فيها الحصان ينزل مفروم، يحدفوا فيها العجله تنزل شرايط، تفرم اي حاجه حضرتك. ايوه انا اشتريتها بقى. اشتريت العجله؟ العجله حرام يا عم، العجله مش شيطان. اشتريت المكنه طبعا، اشتريت المكنه بتاعت الفرم دي، وقلت بقى ايه، بدل ما اصحاب الفيديو يقعدوا يحدفوا اي حاجه عشوائي، انا هحدف بقى حاجات مفيده. حدفت حاجات كونت منها نسيج البدله. ما شاء الله ما شاء الله، حقيقي يعني بجد بجد تحفه، واضح ان الموضوع فيه جهد وفكره فعلا. يعني ايه؟ شايف الشريط اللي بيلمع دوت؟ ايوه كنت لسه هسال حضرتك عليه. ده من قمع المرور. من قمع ايه؟ المرور.